في سنة 1960 تقريبا كتب نجيب محفوظ قصة وسيناريو فيلم اسمه بين السماء والأرض، وكتب الحوار فيه العبقري برضو السيد بدير، وأخرجه صلاح أبو سيف، وكلنا شفناه اللي هم الناس اللي محجوزة في الأسانسير لا حصلوا الأرض ولا حصلوا. والفيلم كله فكرته عبقرية جدا، إنه إزاي كله في الأسانسير مع أشكال ضائعة مختلفة، ممثلة على حرامي، على واحدة بتخون جوزها، على مش عارف مين، ويتحبسوا فوق ويتفضحوا. فيلم كان رائع الحقيقة. ايه علاقة الفيلم ده بقى باللي احنا هنقوله بين السماء والارض؟ مين اللي في السماء ومين اللي في الارض ومين اللي في النص؟ ده اللي هتعرفه دلوقتي عشان تتحصر بجد على مكان مصر. مشكلة المصريين، ودي حقيقة، ان احنا بنبصين لنفسنا بس، لكن مش بصين للعالم حاصل فيه ايه. يعني كل الناس دلوقتي، اما الناس بتبص على حاجات تخصها، اللي زعلان على البطاطس، اللي زعلان على الرز، اللي زعلان، يعني الناس زعلان على حتت صغيرة، لكن المشهد بشكل عام كله البلد بتضيع. وعشان تعرف الفرق بينك وبين العالم اللي عايش بره، اللي على نفس الكوكب بتاعنا، لازم ارجوك اتوسل اليك تشوف الفقره دي في الوقت اللي انت فيه دلوقتي، اللي احنا واقفين سوا دلوقتي. في اختراع داخل البرلمان الايطالي على سحب الثقه من مدام تريزا، البريطاني قصدي، على سحب الثقه من مدام تريز ماي دلوقتي حالا. تريز ماي لازم تاخد دلوقتي 159 صوت. مشكلتها اني 18 عضو او 18 واحد ست دي، يعني ممكن تضيع دلوقتي، تخلص دلوقتي حالا. اهو نواب من تواصل النواب من حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيس الوزراء البريطانية تريز ماي او تريزا ماي الى اجراء تصويت على سحب الثقة منها اليوم الاربعاء بعد تأجيل التصويت على مشروعها للخروج من الاتحاد الاوروبي البريكسيت. واعلن جرهام برادي رئيس ما يعرف بلجنة 1922 في الحزب تجاوز الحد اللازم للاقتراع، وذلك الحد اللازم اللي هو كام؟ 18 عضو، يعني 18 واحد يقدموا طلب بسحب الثقة فيتعمل عليها الاجراء ده. تجاوزوا خلاص الاختراع، خلاص يعني بقى حده الادنى موجود. واكتمل النصاب القانوني لحجب الثقة عن ماي بعد موافقة 48 نائب محافظ على ذلك، ويتوقع ان يصوت النواب المحافظون هذا المساء، اللي هو دلوقتي يعني حاليا واحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي. ده فين؟ في انجلترا، حيث انجلترا، يعني انجلترا، شوف انت فين وانجلترا فين. طيب نروح بقى للدولة العدو التاريخي لها، فرنسا. هل تقضي او تقضي السترات الصفراء عليه مأزق ماكرون بين استقالة ديغول او استبعاد ترشحه لولاية تانية؟ تمثل اضرابات السترات الصفراء معضلة كبيرة امام المستقبل السياسي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي تبنى برنامجه الانتخابي فكرة الاصلاح الاقتصادي ومواكبة العولمة في ظل تغيير المناخ العالمي على حساب تواصله مع الفرنسيين ومطالبهم. فما هو المستقبل السياسي الذي ينتظره ماكرون في وقت يقاوم فيه تراجع شعبيته؟ أزمة السترات الصفراء ما زالت مفتوحة على احتمالات عدة، يمكن أن يكون من بينها تماثل نتائجها مع مظاهرات مايو 68 التي أدت إلى تقديم الرئيس التاريخي شارل ديغول لاستقالته. ورغم الفارق بين ماكرون وبين شارل ديغول، لأن ده شارل ديغول ده شارل ديغول يعني، لكن ماكرون ده واحد جو عدة، إلا أن تشابهات المظاهرات والعنف الذي رافقهما يمكن اعتباره دلالة مركزية في الانتفاضة الفرنسية والأثر الذي ستتركه على مستقبل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستتوقف نتائجها على مخرجات سياسات الرئيس المالية. وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن قرارتها، فإن ضررا كبيرا لحق بصورة الرئيس الفرنسي وحكومته، مما ينذر باستحالة خوضه انتخابات الرئاسة لفترة ولاية تانية، مع استبعاد فرضية تقديمه لاستقالته من منصبه مثل ما فعل من قبله شارل ديغول. في الوقت ده فرنسا. شفنا انجلترا، البرلمان دلوقتي البريطاني بيسحب الثقة او في اقتراع على سحب الثقة من تريزا ماي. في فرنسا الدنيا ولعة، وماكرون دلوقتي يعني على شفا حفرة. نروح لألمانيا. ألمانيا، إنجريد كرامب كنابارو خليفة ميركل لرئاسة أكبر حزب في أكبر بلد أوروبي.
بات لأكبر حزب في أكبر بلد أوروبي رئيسة جديدة اسمها إنجريد كرامباور أو كما باتت تعرف في الصحافة الألمانية المحلية AKK. بذلك باتت كرامباور خليفة المستشار الألمانية إنجلا ميركل اللي تولت رئاسة الحزب على مدى 18 سنة. ده ألمانيا. إذن ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، الناس قاعدة يعني الحقيقة اللي ماشي ماشي واللي قاعد قاعد لكن في صفيح ساخن. نروح بقى أمريكا، سحب الثقة إجراء للديمقراطيين ضد ترامب سيطبخ في الكونغرس بعد شهر واحد من استعادتهم السيطرة على مجلس النواب الأمريكي بعد انتخابات تجديد نصفي للكونغرس اللي حصلت في 6 نوفمبر الماضي. بدأ الحزب الديمقراطي في الشروع في مساعيه نحو ملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري، ولم تبدأ ولاية الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي بعد، والتي ستكون في 20 يناير المقبل، لكن محطة إذاعة صوت أمريكا استبقت ذلك وأشارت إلى أنه جيرولد نادلر الحزب الديمقراطي عن نائب الحزب الديمقراطي عن نيويورك قد يصبح رئيسا للجنة القانونية عند سيطرة الديمقراطيين. ويرى عضو الكونغرس الأمريكي أن ترامب أحاط نفسه أو نفسه بمجموعة من المحتالين حسب قوله، واعتبر إياه كان جزءا من مؤامرة واسعة النطاق ضد الشعب الأمريكي للفوز في الانتخابات 2016. مش بس كده، عشان ما تقولش ده خبر أي كلام، ترامب نفسه زي ما قالت السي إن إن قلقان جدا من عزله. أهو مصدر للسي إن إن، ترامب قلق من احتمال عزله. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من احتمال عزله عندما يسيطر الديمقراطيين على مجلس النواب، حسب ما ذكر مصدر مقرب من الشبكة من الرئيس لشبكة سي إن إن الاثنين. وقال المصدر أن ترامب يرى أن العزل احتمال حقيقي. مايكل كوهين كمان بيقول وهو محامي ترامب السابق، بيقول وظيفتي كانت التغطية على أفعال الرئيس القذرة. ده العالم برا. أمريكا الرجل بيقول النهاردة ترامب، أنا لو حصل الدنيا يعني أنا قلقان من عزلي لما الجماعة يجوا في شهر يناير. تريزا ماي بيتعمل عليها سحب الثقة دلوقتي حالا واحنا قاعدين. ماكرون ما بينامش الليل من اللي حاصل في شوارع فرنسا. اسمه ايه ده هو انجلترا، المانيا الست اتغيرت مشت وجات واحدة جديدة زعيمة الحزب.